السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ لقاء اليوم كلقاء جديد متجدد من مقرر إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فنستكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة. قد تعرضنا إلى بعض النقاط الرئيسية، سوف نسترجعها ونكملها الآن ثم نبدأ محاضرة اليوم. لقد تعرفنا على تعريف المستثمر الحر، على أهمية التعريف وصعوبة التعريف في نفس الوقت، على الأدوار المختلفة للمستثمر الحر، وذلك عن طريق ما تم إيضاحه من مداخل مختلفة تتم بتناول المستثمر من وجهات نظر مختلفة، بمعنى أن هناك مدخل السمات الذي يعتمد على النظرة الداخلية للمستثمر الصغير وما يتميز به من صفات وسمات داخل فرد المستثمر، أو النظرة الخارجية وهي عبارة عن مدخل البيئة التي تركز على العناصر والعوامل التي تؤثر على المستثمر الحر، أو مدخل السلوك الذي يهتم بالوظائف الإدارية والأدوار الإدارية المختلفة للمستثمر، أو المدخل المعاصر. المدخل المعاصر أو مدخل الشامل الذي يهتم بدراسة سمات المستثمر، يهتم ببيئة المستثمر، يهتم بالأدوار المختلفة الإدارية للمستثمر. ثم تطرقنا إلى كيفية إعداد وتأهيل المستثمر الصغير. وأنهينا المحاضرة السابقة بمجموعة سمات تم تحديدها بعد مراجعة العديد من الدراسات، أن هذه السمات يشترك بها المستثمر الصغير. قد تحدثنا سريعا عن بعض النماذج سواء في البيئة المملكة أو في البيئة العربية أو البيئة الدولية، وأنهينا تلك السمات بسمتين رئيسيتين، وهما وجود البديهة أو الفطنة أو سرعة الاستجابة والرؤية. فالمستثمر يتميز بسرعة الاستجابة أو بديهة، كما أنه يتميز أيضا بقدرته أو على الرؤية، بمعنى رسم خارطة مستقبل أو حلم يسعى جاهدا لتحقيقه. سوف نستكمل بمشيئة الله اليوم محاضرتنا، ومحاضرة مهمة جدا لتأسيس أو بداية المشروع الصغير بصورة سليمة، وهي من العنوان التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي للمشروع الصغير، وتلك هي العناصر الرئيسية التي سوف يتضمنها لقاء اليوم. مقدمة على التخطيط عامة وأهميته. ثانيا، تعريف التخطيط و الاستراتيجية، ولماذا التخطيط الاستراتيجي، ثم ننتقل إلى عملية التخطيط الاستراتيجي أو مراحل التخطيط الاستراتيجي، ثم نبدأ التخطيط لإنشاء مشروعك الخاص، وبعض النماذج
التي تساعدك على المقارنة بين المجالات المختلفة أمامك. فعندما تواجه أكثر من مجال لبدء مشروعك الصغير، كيف أن تلك النماذج تيسر لك عملية المقارنة؟ ونصائح خاصة يضفى عليها الجانب المرح كالمبيدات الحشرية أو مبيدات التميز، أي العناصر القاتلة أو التي تحد من التميز. وفي نهاية كل حلقة كما اعتدنا، فإننا نتمنى أن نتلقى الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهذا اللقاء أو بغيره من اللقاءات. فهيا بنا نبدأ رحلة التخطيط، ولكن نلاحظ هنا أن التخطيط هو تخطيط استراتيجي. فهيا نبدأ بالمقدمة. لماذا يحتاج عامة أي مشروع صغير إلى التخطيط؟ هل نحن نعيش في بيئة مستقرة؟ هل نحن نعلم أو المشروع الصغير يعلم المواد الخام المتاحة أمامه؟ يعلم علم اليقين بالأدوات المتاحة أمامه؟ هل هي ثابتة لا تتغير؟ هل احتياجات ورغبات المستهلكين ثابتة لا تتغير؟ هل عدد المنافسين في السوق ثابت لا يتغير؟ كل هذه، هل مستوى التكنولوجيا ثابت لا يتغير؟ كل هذه التساؤلات تسحبنا إلى تأكيد على أننا نحيا في ظل ظروف عدم التأكد، وفي ظل ظواهر متتابعة، وبالتالي أن القرار الذي يتخذ في هذه البيئة التي تتميز بالعولمة وتتميز بسرعة الاتصال وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتغير المستمر السريع والالتزام اتجاه المجتمع، كل هذه العناصر تمثل تحديا كبيرا أمام أي مشروع. وبالتالي كيف على المشروع الصغير أن يواجه تلك التحديات الكبيرة؟ وكيف على المستثمر الحر أو الصغير أن يعمل في تلك البيئة المعقدة دون الحاجة إلى التخطيط؟ فالتخطيط هنا عملية واجبة لا مفر منها لنجاح أي مشروع صغير. وكما أكدت العديد من الدراسات السابقة أن التخطيط هو عنصر فعال وأهم جدا ومفتاح نجاح المشروعات الصغيرة. وعلى النقيض، فوجدت أن الكثير من المشروعات التي فشلت منذ بدايتها أو خلال سنتين كان يرجع إلى عدم وجود تخطيط. وهنا سؤال، هل نستطيع أن ننتقل إلى التنظيم أو الرقابة دون وجود تخطيط؟ بكل تأكيد لا، فالتخطيط هو الخطوة الأولى في العمليات الإدارية، وبالتخطيط نستطيع أن ننتقل إلى التنظيم. وبدون تخطيط فلا أهمية ولا حاجة للرقابة. فهيا بنا ننتقل إلى العنصر الثاني في هذه المحاضرة، وهو عنصر تعريف التخطيط. ما هو التخطيط؟ هل التخطيط هو نظرة للماضي أم المستقبل؟
نظرة بكل تأكيد للمستقبل، فليس هناك شيء اسمه تخطيط للماضي أو الحاضر، إنما نحن نخطط للمستقبل. فالتخطيط هو عملية يستطيع من خلالها المستثمر توجيه إمكانيات الشركة الداخلية والخارجية لتنفيذ رسالة المحددة، أو بمعنى آخر تحديد أو إنجاز الأهداف المراد تحقيقها، يتم من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة. ولذلك فإن نقص التخطيط يساوي فشل المنظمات الصغيرة، كما يتميز التخطيط باختلاف الفترات الزمنية. فنجد أن هناك تخطيط قصير الأجل قد يكون أقل من عام، وهناك تخطيط متوسط الأجل من عام إلى 3 أعوام، وهناك تخطيط طويل الأجل ما يزيد عن 3 أو 5 أعوام. ولكن المشروع الصغير بيتسم ببعض النقاط أو النقائص عند استخدامه للتخطيط، فقد يكون هذا التخطيط غير رسمي، أي أنه اجتهاد من شخص أو من فرد أو من مالك أو من مدير، كما أنه غير مهيكل، نتيجة أن المشروع الصغير قد يبدأ بشخص أو عدد قليل من الأفراد، فليس هناك هيكل تنظيمي بالصورة المعتادة. كما قد يكون التخطيط في المشروع الصغير رد فعل وليس أساسا في البداية، أو كأنه يأخذ الفعل. وقد يكون التخطيط غير شامل أو بصورة شاملة لجميع العناصر، وهذا ما نسعى لتلافيه عند تأسيس مشاريعنا الصغيرة. فيجب علينا أن يكون التخطيط رسمي، وأن يكون مهيكل، وأن يكون يحدد الفعل ويكون وقائي، فالوقاية خير من العلاج، وأن يتم التخطيط بصورة شاملة. ويلاحظ أن المديرين وأصحاب المشروعات الصغيرة بينشغلوا ويركزوا على التخطيط الاستراتيجي. هنا نلاحظ ظهور كلمة الاستراتيجي دون أن يتحول هذا التفكير إلى سلوك حقيقي، أي أننا ننغمس في التخطيط ووضع الخطط المستقبلية دون السعي لتنفيذ هذه الخطط. وتكمن مشكلة نقص التخطيط في المشروعات الصغيرة في 3 نقاط: أولا، نقص التخطيط عند بداية النشاط، عدم تخصيص وقت كافي للتخطيط، عدم ارتباط الأهداف بالتخطيط أو عدم ارتباط التخطيط بالأهداف المحددة. نلاحظ أننا ذكرنا كلمة استراتيجي، فما هي معنى الاستراتيجي أو الاستراتيجية، ولماذا تم الربط بين كلمة التخطيط وبين كلمة الاستراتيجية؟ فالاستراتيجية كلمة نشأت في قاموس الشؤون العسكرية أو المهام العسكرية، ويقصد بها وضع خطة لتزويد الجبهات أو المعسكرات أو الجيش بما يحتاج من مهن ومن احتياجات وآلات ومعدات وأسلحة.
وتم استخدام لفظ الاستراتيجي في العلوم الإدارية لتوضح أن الاستراتيجية أي شيء، أي خطة، وخطة تتميز أنها خطة مفصلة توضح جميع الخطوط داخل المنشأة، كما أنها خطة طويلة الأجل، خطة تقوم على الدراسة داخل المنشأة، فهي تقوم بدراسة العوامل الداخلية، وتستطيع من خلالها تحديد عناصر القوة والضعف للمنشأة، كما أنها لا تغفل العوامل الخارجية، فهي تحدد الفرص المتاحة والتهديدات التي تتعرض لها المنشأة. كما يمكن أن نقول أن الخطة الاستراتيجية أو التخطيط الاستراتيجي مثل خارطة الطريق، أو عبارة عن خطوط عريضة أو مرشدة للمدير. طب السؤال الذي يتوارد إلى ذهننا الآن، هل يجب أن يكون المشروع الصغير لديه استراتيجية؟ هل يجب أن يتميز، أو واجب أو ضروري أن يكون لديه استراتيجية؟ بكل تأكيد وبكلمة واحدة، يجب، والمشروع الصغير في أمس الحاجة لوجود استراتيجية. لماذا؟ لعدة أسباب. أن هذا المشروع الصغير يتواجد في بيئة متغيرة، والقرارات تتم كما أكدنا في صورة عدم التأكد، فيجب أن يكون أمامه خريطة شاملة يستطيع من خلالها أن يتخذ ويرى ويحدد ويقارن وينتهز الفرص ويواجه التهديدات. ثانيا، أن الموارد المشروع الصغير هي موارد ضئيلة أو موارد صغيرة، لا يتحمل أن يتم اتخاذ عدة قرارات وتكون تلك القرارات قرارات خاطئة، أو يتم التعديل قرار تلو الآخر. المشروع الصغير لا يتحمل كثرة الأخطاء، لأن كثرة الأخطاء قد تؤدي إلى فشل المشروع الصغير، وتصيب المستثمر الصغير بالإحباط واليأس، وعليه فقد تؤدي إلى إنهاء عمل المشروع الصغير. عملية التخطيط الاستراتيجي هي عملية مستمرة، كما نرى تبدأ بعملية صياغة الرسالة والرؤية والمجال وقيم المنشأة، وتنتهي بالمتابعة، ثم تبدأ إذا هناك تغذية عكسية أو نقاط أو انحراف يتم تعديلها بالرسالة، ثم يتم تحديد الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال الرسالة، واختيار الاستراتيجية، والتعرف على الخريطة الاستراتيجية، مراجعة المواقف سواء المواقف الداخلية والمواقف الخارجية، التخطيط، التنبؤ، المتابعة. فهيا بنا نبدأ أولى تلك الخطوات، وهي صياغة الرسالة، والتطرق إلى الرؤية حتى نعلم الفرق بين الرسالة والرؤية، والمجال والقيم.
فالشكل الذي أمامنا يلم بجميع خطوات عملية التخطيط الاستراتيجي. فنجد أن المربع الأول أفقيا رأسيا يبدأ بالرسالة، ثم الأهداف، مجال العمل، ثم هناك سهم يتم من خلاله مراجعة الموقف والتطرق للإمكانيات الداخلية والخارجية للشركة. هناك ارتباط وثيق بالتنبؤ هنا، فالتنبؤ بتنبأ بشيء مستقبلي بمبيعات السنة القادمة، بمدى توفر المواد الخام وهكذا. هناك ارتباط بالتنبؤ وقد يؤثر على رسالة وأهداف الشركة. ثم من خلال هذه النقاط، الرسالة والرؤية والأهداف ومجال العمل ومراجعة نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات الخارجية والاعتماد على أسلوب التنبؤ، نستطيع من خلاله صياغة الاستراتيجية، أي الخطة طويلة الأجل المفصلة، ثم وضع خطة تشغيلية هي موازنة 12 شهر أو تخطيط متوسط الأجل، ثم نبدأ بالتنفيذ، عملية التنفيذ، ثم يتبعها الرقابة والمتابعة، ثم تغذية عكسية لنبدأ بمعرفة ما قصرنا أو نقاط الضعف أو القوة، نعمل على تحسينها وزيادة، وهكذا. فهي عملية مستمرة. أول تلك الخطوات صياغة الرسالة، وصياغة الرسالة يتم من خلال الإجابة على عدة أسئلة: ما هو عملنا؟ من هو عميلنا المستهدف؟ ما هي ميزتنا التنافسية؟ ماذا يجب أن يكون عملنا؟ ما هي توقعاتنا؟ ما هو مجال عملياتنا؟ وبالتالي عندما يتم الإجابة على تلك الأسئلة، نكون قد صغنا عبارة أو أكثر تحتوي على المجال العمل، تحتوي على العاملين، أي نظرة داخلية ونظرة خارجية يطلق عليها الرسالة. فالأمر هنا يتعلق بصناعة معينة وبشريحة سوقية محددة وبمنطقة جغرافية بعينها، أي أن لكل منشأة رسالتها الخاصة بها. العنصر الثاني مع الرسالة وهي الرؤية، والرؤية في أبسط تعريف لها هي عبارة عن حلم المنشأة، حلم المنشأة الذي يسعى مؤسسي الشركة أو المستثمر الصغير إلى تحقيقه. وبالتالي هناك اختلاف في هل الرؤية تتم قبل الرسالة أم الرسالة تتم قبل الرؤية، ولكن المعتاد أن يتم كتابة الرؤية في الأول ثم الرسالة. فالمجال الصناعة الذي ينتمي إليه هذا المشروع، ثم القيم التي يتميز بها المشروع من مصداقية عالية مع العملاء أو رعاية العاملين إلى أقصى درجة ممكنة، الحفاظ على بيئة المجتمع، كل هذه قيم. العنصر الثاني في عملية التخطيط الاستراتيجي
هو الأهداف. وعندما نتحدث عن الأهداف فهناك اختلاف بين كلمة objectives و goals أو الغاية. فالغاية قد تسمى أو goals، والobjective تقصد بها الأهداف. هنا نحن نتحدث عن الهدف، والهدف كما نعلم يجب أن يتوافر به 5 شروط رئيسية جمعت في كلمة SMART، أي أن الهدف يجب أن يكون محددا، يجب أن يكون واضحا، يجب أن يكون قابل للتحقيق، يجب أن يكون قابل للقياس، يجب أن يكون مؤقت أو ذو وقت محدد. والهدف هو الذي يوضح الإنجاز، ويتم صياغة عدة أهداف ومن ثم تقييم تلك الأهداف، استبعاد ما هو غير قابل للتنفيذ حاليا أو لا يتراءى أو يتناسب مع إمكانيات الشركة. وهنا نقطة، أن المنشآت الصغيرة من الصعب أن تحقق أهداف عملاقة أو أهداف كبيرة مع بعض أو في نفس الوقت، مثل هدف الربحية والحصة التسويقية. ثالثا، اختيار الاستراتيجية. فكما نعلم نحن قد قمنا بدراسة العوامل الداخلية، فحددنا الإمكانيات المشروع، وحددنا نقاط القوة لديه، وحددنا نقاط الضعف، وقد قمنا بالدراسة الخارجية، فحددنا الفرص المتاحة أمام المشروع، وحددنا التهديدات. وهناك ما يطلق عليه مصفوفة القوى الضعف، الفرص، التهديد، قد تساعدنا أو نقوم بتصميمها هنا حتى نضع أيدينا على العوامل الداخلية والخارجية. ولكن هناك نقطة رئيسية، أن السوق الذي نعمل فيه هو سوق مفتوح، سوق متغير، وبالتالي فنحن لا نستطيع أن نتوجه أو نستهدف السوق ككل، وبالذات عندما يكون المشروع صغير. وهنا يلجأ المشروع الصغير كغيره من المشروعات إلى تقسيم السوق، أي تقسيم السوق إلى عدة شرائح، كل شريحة تتميز أنها عدد أو صفات أو المستهلكون متشابهون في احتياجاتهم ورغباتهم، كما أن المستهلكون لديهم الاستجابة المتشابهة للبرنامج التسويقي، أي أنهم يستجيبون للمنتج من حيث سياسات المنتج نفسه أو التسعير أو الترويج أو التوزيع، وهي متشابهة. وبعد أن يقوم المستثمر بتقسيم السوق إلى عدة شرائح، يقوم بالبحث عن الفرص التسويقية داخل كل شريحة، ولن يقف الأمر هنا عند البحث فقط، ولكنه يقوم بدراسة إمكانيات وقدرات الشركة أو المشروع الصغير، ويقوم بحالة توصيل أو كيفية استغلال ما لديه من عناصر قوة داخلية مع الفرص الموجودة في شريحة تسويقية أو أكثر. هنا يطلق عليه الاستراتيجي،
أي أننا درسنا ما لدينا من عناصر قوة وحددنا الفرص التسويقية، ولكن قمنا بدراسة ما لدينا من إمكانيات تتناسب وتؤهلنا لانتهاز الفرصة التسويقية، ومن ثم نستطيع صياغة الاستراتيجية التي تتلائم مع هذا الموقف. وقد تكون تلك الاستراتيجية هي القيادة أو الريادة في التكاليف، أي إننا سوف نقوم بإنتاج منتج يتميز عن باقي منتجات السوق أو المنافسين في سعره، أو استراتيجية التركيز، أي إننا سوف نركز على شريحة معينة ونقدم لها المنتجات، مثل الرياضي فنقوم بإنتاج منتجات الألبان خاصة للرياضي من حيث مزيد من الكالسيوم في تلك الألبان وقليل من الدسم، كما أنه في نطاق جغرافي محدد، فهي استراتيجية التركيز. أو استراتيجية تشكيل السوق، هنا سوف ننتج تشكيلة مختلفة. ننتقل إلى الخطوة الرابعة، وهي رسم خريطة استراتيجية، أو يطلق عليها في بعض الكتب الاستخبارات التسويقية، أو التركيز على المنافس. فهنا الخريطة الاستراتيجية تمثل أداة قوية لدى المشروع الصغير لتحديد المنافسة والمنافسون في السوق، كما أنها تتيح اختبار سلوك المستهلك، كما تبين تحركات المنافسين، كما أنها تساعدنا على إحداث تغيير في الاستراتيجية في الوقت الملائم. خامساً، مراجعة الموقف، أو نستطيع أن نطلق عليه تصميم مصفوفة SWOT، معنى مصفوفة القوة، الضعف، الفرص، التهديد. فهنا نقوم بدراسة الإمكانات الداخلية والخارجية، ومن ثم نستطيع تحديد جوانب القوة والضعف لدى المنشأة، ثم التطرق إلى العوامل الخارجية، فنستطيع أن نحدد الفرص المتاحة ونحدد التهديدات الخارجية. لذلك يتم دراسة البيئة على المستوى، بيئة الأعمال على المستوى الكلي، فنقوم بالدراسة قانونية للتشريعات، بالدراسة الثقافية، بالدراسة الاجتماعية، بالدراسة السياسية، بالدراسة الاقتصادية، بالدراسة التكنولوجية، ثم ننتقل إلى الدراسة على مستوى خارجي آخر ولكنه أقل، فندرس العملاء واحتياجاتهم المختلفة، وندرس الموردون وإمكانياتهم، ثم ندرس المنافسون، وندرس المنشآت الأخرى التي نستطيع التعامل أو دعمها، ثم ننتقل إلى مستوى جزئي أو بيئة داخلية، فندرس الإدارات المختلفة داخل المنشأة، وندرس رأس مال المنشأة وعدد العاملين وجميع الجوانب المتعلقة بالمنشأة ككل والمالك. الخطوة رقم 6، وهي التخطيط. هنا من الأفضل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يتم الاعتماد على تخطيط قصير متوسط الأجل، والسبب في ذلك عدم القدرة على السيطرة على المتغيرات الخارجية
فهنا التغيرات الخارجية سريعة جدا، ومن ثم لا يستطيع المشروع الصغير أن يؤسس أو يخطط لمدة طويلة. فمن الأفضل أن يقوم المشروع الصغير بالتخطيط لمدة قصيرة أو متوسطة، وتعديل الخطة، ثم موائمة المواقف، ثم تعديل الخطة، وهكذا. عملية التنبؤ من أهم العمليات التي تدخل في عملية التخطيط الاستراتيجي، فكما شاهدنا أن التنبؤ بالمبيعات يساعد عملية التخطيط، التنبؤ بسلوك المستهلكين يساعد على عملية التخطيط الاستراتيجي. فلا بد من إعادة تجميع وتشغيل المؤشرات الخاصة بالصناعة والزراعة والمنافسة، بالصناعة والمنافسة، لأنها سوف تساعد وتمهل الطريق للتنبؤ. رقم 8 والخطوة الأخيرة في عملية التخطيط الاستراتيجي، وهي وضع خطة دون القيام بالمراجعة، يعتبر عملا ناقصا. ممتاز. يعني إذا وضعت خطة ولم أراجع أو أراقب هذه الخطة، فيعتبر الأمر كأنه سرب، كأني أحفر في المياه، بمعنى لن أستطيع معرفة إلى أي مدى قد وصلت، لأنه ليس هناك عملية مراجعة أو رقابة. وبالتالي فعملية المتابعة تقوم على أن هناك بعض الأهداف التي تم تحديدها مسبقا، ويطلق عليها الأهداف المخطط لها أو الأهداف المستهدفة، وهناك بالفعل ما تم تحقيقه ويطلق عليه الفعلي. فعند مقارنة الفعلي بالمستهدف، نستطيع أن نضع أيدينا على الانحرافات أو القصور، وبالتالي نستطيع أن نعالج تلك النقاط الضعف أو القصور أو الانحرافات التي لدينا. بنهاية تلك النقطة الثامنة، نكون قد أنهينا نقطة أو ثالثة، وهي عملية التخطيط الاستراتيجي، وهو من العناصر المهمة جدا في المشروعات الصغيرة. ولكن هناك نقطة مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية التخطيط الاستراتيجي، وهي نوعية أو ميزة التنافسية. فالمشروع الصغير حتى يستمر وينافس في السوق، لا بد أن يتميز بميزة تنافسية، ولقد وجدنا أن هذه الميزة قد تأخذ 4 أشكال رئيسية. فقد تكون الميزة في التكلفة، أي أن المشروع الصغير قليل التكلفة، أو تكون الميزة في جودة منتجات المشروع الصغير، أو قد تكون الميزة التنافسية لأن المشروع الصغير يحتوي على تشكيلة معينة من النقاط، أو أن الميزة التنافسية قد تأتي عن طريق سرعة تقديم الخدمة من الشركة، فالشركة تقدم خدمة سريعة فضلا عن منافسيها. فهيا بنا نتناول كل نقطة أو كل ميزة تنافسية بجزء من التفصيل. المنافسة على أساس التكلفة من أسهل الأساليب أو الميزة التنافسية التي يتم الاعتماد عليها، أن يتم الاعتماد على خفض التكلفة، ولكننا لا ننصح بالاعتماد على تلك الميزة لمفردها، لأنه من اليسر أو اليسير على الشركات الأخرى
أن تعتمد على نفس هذه النقطة، وهي تقليل التكلفة. رغم سهولتها، إلا أننا لا ننصح بها. فمن السهل عليهم تخفيض السعر إلى الحد الذي لا يقدر عليه المشروع، بما يتسبب في سهولة خروج المشروع من السوق. وعموما يسعى المشروع الصغير الذي يستهدف المنافسة السعرية إلى تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية. والإنتاجية كما نعلم هي عبارة عن حاصل قسمة المخرجات مع المدخلات، وتسعى المنشآت جاهدة إلى زيادة الإنتاجية عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يرفع من قيمة المخرجات مقارنة بالمدخلات. كما قد يسعى أو تسعى المشروعات الصغيرة إلى ميكنة العمل إذا كانت الأيدي العاملة عالية التكلفة، إلا أن الأسلوب الأفضل دائما يكون عن طريق إنتاجية العاملين بتدريبهم لرفع معدلات الإنتاج. الميزة التنافسية الثانية تأتي عن طريق الجودة، ونلاحظ أن الجودة هنا ظهرت هذا أو Total Quality Management أو TQM، ظهر هذا المسمى بصورته الحديثة نتيجة الصناعة اليابانية أو الجودة اليابانية. فقد تميزت الشركات اليابانية على نظيراتها الأمريكية في هذه النقاط. ونؤكد أن عملية الجودة هي أسلوب حياة وثقافة، فهي ليست عملية وتنتهي، ولكنها عملية تستمر بصورة مستمرة. وعليه أن يطور الشركة أو المنشأة بصورة مستمرة من منتجاته، بحيث لا يتوقف مستوى الجودة عند حد معين، ولكنه دائما هناك عملية وهناك تحسين في الجودة حتى لا يسبقه الآخرين. وخير مثال على ذلك، رغم أنها شركة كبيرة أو عملاقة، فشركة نوكيا كانت شركة رائدة وتحتل المرتبة الأولى عالميا والمرتبة الأولى في مبيعات الشرق الأوسط. ولكن نتيجة إصرار المدير التنفيذي على استخدام نظام التشغيل الويندوز وعدم تطبيق الأندرويد والاعتماد على الشكل القديم للجوال، نتيجة كل هذه النقاط وجدنا خروج شركة نوكيا من سوق الجوالات بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى، واحتلال سامسونج وأبل المنافسة في سوق المملكة والتعاون القريب. وهذا يوضح أن الجودة عملية مستمرة ليست لها نقطة نهاية، ولكن هناك على دائم الوقت تحسين للجودة. هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية، هي أن الجودة تحدد من قبل المنشأة أو المستثمر الصغير بكل تأكيد لا، فالجودة يتم تحديدها من خلال رغبات واحتياجات وأذواق العميل أو المستهلك، وبالتالي يتم تعديل الجودة أو إنتاج المنتج بالجودة التي يتراءى للعميل. العنصر الثالث للميزة التنافسية هو وجود تشكيلة منتجات، بمعنى أن المشروع يسعى إلى تكوين تنويع في تشكيلة المنتجات،
ولماذا يسعى المشروع إلى وجود تنويع؟ يرجع السبب إلى أن المشروع يتواجد في بيئة متغيرة، واحتياجات ورغبات العملاء تتغير بصورة هائلة. وإذا سألت أحد الطلاب الآن، إذا أردت أن تغير جوالك أو تشتري جوال جديد، فهل سوف تشتري نفس الجوال الذي معك؟ بكل تأكيد سوف نجد الإجابة لا. أنا أريد أن أزيد من كفاءة الكاميرا، أنا أريد أن أزيد من الذاكرة، أنا أريد أن أزيد من سعة التخزين، أنا أريد أن أزيد من وضوح الشاشة، وهكذا. سوف نجد أن احتياجات ورغبات العملاء متغيرة بصورة دائمة، وعليه فعلى المشروع أن يواكب تلك التغيرات. وأحد الأساليب التي يتم الاعتماد عليها في تلك النقطة هو الاعتماد على وجود تشكيلة كاملة أو تشكيلة متنوعة تناسب أذواق وحاجات ورغبات المستهلكين، لأن هذا التنويع قد يتطلب، وعملية التنويع عملية صعبة ليست باليسر، فقد تتطلب تغيير في خط إنتاج أو إدخال أو تغيير في أيدي العاملة أو الفنيين. ولذلك فعلى المشروع الصغير أن يوازن بين تنويع المنتجات وبين ثبات المنتج. العنصر الرابع في الميزة التنافسية أن يتميز المشروع الصغير بسرعة أداء الخدمة أو بسرعة تقديم الخدمة، وخاصة في المشروعات القائمة على تقديم الخدمات. وتتطلب المنافسة هنا سرعة الخدمة حتى يتميز المشروع الصغير عن غيره من المشروعات. وحتى نقدم خدمة سريعة لا بد من وجود صلة قوية مع العملاء، ونضع في أعيننا أداء المنافسين. ومن الأمثلة الشائعة هنا على سرعة تقديم الخدمة ما تقوم به المطاعم من وجود خدمة الدليفري أو توصيل الخدمات أو المنتجات إلى المنازل، من خدمة وجود سرعة في تقديم الوجبات. فنجد في الورقة عند الشراء أو طلب الأوردر أو مكتوب الوقت، ويتم خلال 10 دقائق أو 7 دقائق أو 5 دقائق. وهنا يتم العد منذ أن يتم دفع أو تحديد الطلبية إلى أن يتم تسليم المنتج. وكذلك الخدمات البريدية وخدمات الشحن والتفريغ. وفي النهاية نستطيع أن نجمل بعض النقاط الرئيسية في عملية تخطيط الاستراتيجي. أن المشروع الصغير أحوج ما يكون إلى وجود تخطيط استراتيجي له، وعليه فإنه من المهم أن يتم تحديد نقاط القوة والضعف بالمشروع الصغير، وتحديد الفرص والتهديدات، وتحديد احتياجات العملاء والسعي إلى تحقيقها، ولكن التميز في تلبية احتياجات ورغبات العميل. كذلك تحديد الاستراتيجيات الخاصة بالمشروع، بمعنى بعد أن يتم تحديد السوق المستهدف الذي يتوفر فيه الفرص التسويقية للمنشأة، يتم صياغة الاستراتيجية التي تدعم دعم وتحقيق أهداف المنظمة أو المشروع الصغير. كما أن التخطيط الاستراتيجي يساعد على اتخاذ القرار الصح.
ويعتبر من أهم الميزات التي تقدمها الاستراتيجية أو التخطيط الاستراتيجي وجود ميزة تنافسية واضحة للمشروع، وهذا ما أكدناه وشفناه من خلال الجودة أو سرعة الخدمة أو من خلال التكلفة. وعن طريق معرفة هذه الميزة التنافسية وتدعيمها يكون للمشروع الصغير قدرة على المنافسة، القدرة على تلبية احتياجات العملاء، والقدرة على بناء علاقة وطيدة مع العملاء والموردين. النقطة الرابعة وقبل الأخيرة، وهي التخطيط لإنشاء مشروعك الخاص، حيث أن التخطيط يساعد في وضع أهداف المشروع كما أكدنا. ومع نمو المشروع وزيادة حجمه يتفاقم أو يتعاظم الحاجة إلى التخطيط، وستجد أنك تقضي وقتا طويلا في التخطيط. فبعد أن كان المشروع صغيرا هناك عدة تفرعات أو احتياجات أو أنشطة تحتاج إلى التخطيط، وبالتالي فعليك أن تتميز بالمرونة وتفوض سلطاتك في الأنشطة الروتينية حتى تستطيع أن تؤدي بكفاءة الأنشطة الغير روتينية أو التخطيط الجيد. وهنا يوجد 4 نقاط مرتبطة بالتخطيط يجب التركيز عليها. علاقة التخطيط بالرقابة، وسوف نلاحظ هنا هذه العلاقة من خلال خرائط الزمنية أو خرائط جنت. ثانيا المساءلة. ثالثا التخطيط للنمو. رابعا تحديد الأولويات. هيا بنا نبدأ النقطة الأولى، التخطيط والرقابة. من المهم أن نحتفظ بقدر من الرقابة على الأنشطة الاستراتيجية مع تفويض السلطة فيما يخص بالأنشطة الروتينية، فهي لا تحتاج إلى أن نبذل جهدا ومشقة فيها، وممكن أن نفوضها إلى بعض الأشخاص الآخرين. ويستخدم الخرائط الذهنية في عملية التخطيط والرقابة. ومعنى الخريطة الذهنية هي تصور بياني يتم فيه التخطيط وجدولة الأنشطة أو العمليات المتتابعة، سواء كانت في مركز إنتاجي واحد أو في عدة مراكز، وترجع تسميتها إلى هنري جنت، هو أحد رواد المدرسة العلمية. والشكل الذي أمامنا يوضح خريطة جنت لشركة مياه، فيتم تحديد اسم الشركة، القسم، العملية أو النشاط الرئيسي، ثم تاريخ إصدار هذه الخريطة. وأفقيا نجد هناك الخطوط أو العملية الرئيسية والأوقات المختلفة سوف تستمر. فرأسيا هناك الأنشطة المرتبطة أو المتتابعة بهذه العملية، مثل عملية تحضيرية، الحفر، قطع الأجزاء التالفة، تصنيع الأجزاء الجديدة، تركيب الأجزاء الجديدة، الاختبارات، تشغيل خط الرد. ويتم تحديد المدة الزمنية لكل نشاط، ومدى تتابع هذا النشاط وعلاقته بالنشاط السابق. هل هناك علاقة تتابع أو أن يمكن البدء في الأنشطة مع بعض فهناك استقلال. والرسم الذي أمامنا يوضح أن عملية التحضير تأخذ مثلا حتى الساعة 9، وبعد عملية التحضير يبدأ عملية الحفر من 9 إلى 11، وبعد الحفر يتم قطع الأجزاء التالفة، ولكن في نفس قطع الأجزاء التالفة يتم عملية تصنيع أجزاء جديدة. فهنا عملية غير متتابعة، وكل عملية مستقلة ممكن تبدأ في نفس الوقت وهكذا. ولكن نلاحظ هذا في هذه الخريطة وجود الثانية أو الشريحة الثانية، وجود نقاط حمراء.
هنا ما تم بالفعل، الأزرق يمثل المستهدف أو المخطط له، وبعد أن قمنا بالتخطيط بدأ التنفيذ، فوجد مثلا أن عملية التحضير بدل أن تأخذ من حتى الساعة 9 فقد انتهت ولتكن في الساعة 8، وهناك وقت ممكن هذا الوقت أن يبدأ به النشاط الآخر. وهكذا نستطيع من خلال المقارنة بين المخطط والواقع تحديد الانحرافات سواء كانت الزائدة أو كانت بالنقص. وهنا مثال آخر نريد أن ندرب عليه أيدينا، وهنا مثال حتى نستطيع أن نطبق خرائط جين في مشروعاتنا الصغيرة. هذا المثال يوضح أن هناك حديقة صغيرة في إحدى المدن. الحديقة إنشاء هذه الحديقة الصغيرة يتطلب 4 أنشطة رئيسية، هي إعداد الرسومات، تجهيز الأرض وتمهيدها، توصيل الخدمات وإقامة المرافق، بناء مدينة الملايين. فإذا افترضنا أن الوقت اللازم للرسومات هو 5 أسابيع، والوقت اللازم لتجهيز الأرض 7 أسابيع، والوقت اللازم لتوصيل الخدمات والمرافق هو 5 أسابيع، والبدء في عملية بناء الملاهي وتركيبها يستغرق 8 أسابيع. المطلوب ارسم خريطة جينت لهذه الحديقة، وما هو الوقت اللازم لإتمام هذه الخريطة، علما بأنه يصعب البدء في توصيل الخدمات وإقامة المرافق وبناء الملاهي إلا بعد إتمام عملية تجهيز الأرض. وبناء على المعطيات التي أمامنا نستطيع أن نرسم خريطة جين، نجد أن رأسيا هناك العمليات المختلفة وهما 4 عمليات رئيسية، العملية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. وأفقيا نجد الوقت، فالعملية الأولى هي عملية إعداد الرسومات. إعداد الرسومات تبدأ من صفر أو تبدأ مع الأسبوع الأول وحتى الأسبوع الخامس، ولكننا نلاحظ أن تجهيز الأرض غير مرتبط بإعداد الرسومات، فيمكن أن يبدأ منذ البداية ولمدة 7 أسابيع في نفس بدء إعداد الرسومات. وبعد الانتهاء من الإعداد الرسومات وتجهيز الأرض بداية من الأسبوع 7 وحتى الأسبوع 12 يتم توصيل الخدمات وإقامة المرافق، فهذه العملية تستغرق 5 أسابيع. ولكن نلاحظ أن بناء عملية الملاهي قد يبدأ بداية من الأسبوع 8 ويستغرق 8 أسابيع كما أمامنا. يبدأ من الأسبوع نهاية الأسبوع 7 وبداية 8 أي سوف تستغرق 15 أسبوع، ونجد أنه وبناء مدينة الملاهي وتركيبها مستقل عن توصيل الخدمات، بمعنى أنه قد يتم توصيل جزء وبناء جزء، توصيل جزء وبناء جزء، توصيل جزء وبناء جزء، حتى نقتصر الوقت وبالتالي نقتصر المجهود المبذول والتكلفة المبذولة. فهذه الخريطة نجد أن إجمالي الوقت المستغرق حوالي 15 أسبوع، ولكن إذا سرنا بدون هذه الخريطة أو بطريقة اعتيادية قد نجمع نقوم 5 أسابيع لأول نشاط و7 لثاني نشاط، 12 12 وثالث نشاط 5 يبقى 12 و5 19 19 وآخر نشاط 8 يبقى 8 و19 أي ما يقارب 27 أسبوع. إذا تخيلنا هكذا بدون خريطة جن 27 أسبوع نجد أنها مدة كبيرة، هناك استئجار للآلات يتم حسابه بالساعة، وهناك عمالة هل سوف يتم التعاقد معها لمدة 27 أسبوع؟ ولكننا عندما استخدمنا خريطة زمنية أو خريطة جد وجدنا أن المشروع يتم كله أو بناء الحديقة يتم خلال ما يقارب 15 أسبوع، فهنا توفير للوقت والجهد والمال، وهنا العلاقة بين التخطيط والرقابة. ثاني العناصر
هي المساءلة إحدى نتائج التخطيط الجيد أن يزودك بعوامل محددة. أنت حددت خطتك، وبالتالي عندما تراقب فإنك تراقب على ما كنت تخطيطه. فالمطلوب منك دائما أن تعرف أين تقف الآن وإلى أين سوف تتجه، واجعل كل من يعاونك يشعر بالمسؤولية، حيث عندما يشعر بالمسؤولية أو المساءلة وأنه سوف يسأل عن هذا النشاط أو هذه العملية، سوف يقوم بتأديه على أكمل وقت وأكمل وجه وتأديه بأفضل صورة، لأنه يريد أن يثبت ذاته. العنصر الثالث المرتبط بالتخطيط هو التخطيط للنمو. فنحن هنا نريد منذ البداية أن نرى مشروعا أو حلمنا أو الحلم، فبالتالي نحن لا نريد أن نظل كما نحن، لا نريد أن نزيد من حصة سوقية، نريد أن نحقق أرباح، نريد أن نتوسع، نزيد نخطط للنمو. إن الخطط والأعمال الماضية توفر لك معلومات عن التخطيط المستقبلي، ففهم العوامل والاتجاهات الخارجة عن إطار المنظمة أو مشروعك الصغير على نطاق الصناعة يؤدي بك إلى معرفة كيف تستطيع أن تنمو، وجود أساليب واختراعات جديدة تساعدك في عملية التخطيط كيف أن تنمو، وجود رؤية مستقبلية تساعدك أن ترى قدامك أو أمامك حلمك. التخطيط للنمو ليس عملية روتينية، ولكنها عملية يوجد بها جزء من الابتكار والتجديد، لأننا نريد أن ننمو مع تحقيق أهدافنا مع التميز، وبالتالي هي تحتاج إلى الابتكار أو التجديد. رابع العناصر المرتبطة بالأولويات بالتخطيط وهي تحديد الأولويات. فقد يكون الأولوية هنا هو خفض التكاليف، وقد تكون الأولوية هو زيادة الإيرادات. ومن الأولويات التي يجب عليك مراعاتها هو ألا تنشغل بالأعمال الروتينية، بل على النقيض فوض ودع تلك الأعمال الروتينية إلى بعض الأشخاص، وركز على الأعمال الغير روتينية التي تحتاج إلى جهد وتفكير وابتكار. ولخفض التكاليف لابد من التعرف على الأنواع المختلفة للتكاليف، فهناك التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة والتكاليف الإدارية والتكاليف الخاصة بالنفقات البيعية والترويجية. فالتكاليف المباشرة كتكاليف العمالة والمرتبات والمواد الخام. التكاليف الغير مباشرة هي الإمدادات والعمالة الغير مباشرة، تكاليف الإضاءة والإنارة. التكاليف الإدارية وهي تكاليف النفقات المكتبية والأدوات المكتبية. نفقات الترويج هي عبارة عن الترويج والإعلانات وما تتعلق بالمبيعات كتكلفة استئجار غرفة في فندق لحضور أو لبيع أو لسفر، أو تكاليف مواصلات مندوب المبيعات. آخر النقاط لدينا في هذا اللقاء الممتع وهي عبارة عن جداول مقارنة بين المجال، بمعنى أنك أمامك كمستثمر صغير مجالين، أن تستثمر وتبدأ مشروعك في مجال الاتصالات، أو تبدأ مشروعك في مجال أو في مجال السلع الاستهلاكية، أو مشروع عسل النحل مثلا. هنا هناك مجالين أو أكثر. فهذا الجدول الذي أمامنا يستطيع أن يساعدك في المقارنة، هل تقوم بأعمال يدوية أو صناعة سجاد، أو تقوم بدخول في مجال الاتصالات، أو تقوم بصناعة أو تقديم أو إنتاج العسل. نجد أن أول خانة بالجدول هي مؤشر الأداء عن هذه الصناعة أو المجال. الأهداف التي تريد تحقيقها يتم وضعها هنا، الأنشطة والتصرفات المرتبطة لتحقيق هذه الأهداف، تتابع هذه الأنشطة، أنهي يبدأ قبل الآخر أم يستغرق، الفترة الزمنية لكل نشاط،
مكان التنفيذ، مسؤولية التنفيذ، من سينفذ هذا الشيء أو هذا النشاط. تمام؟ النتيجة المستهدفة بعد كل نشاط، الموارد اللازمة، ساعات العمل المطلوبة لإنجاز هذا النشاط، الموارد المالية، ثم الجزء المراجعة والمساءلة والمتابعة. فيتم آليات إرجاع الأثر، التغذية العكسية، جزء المرتبط بالنتائج أو المتابعة والرقابة، مسؤولية المتابعة والإعتماد، وهكذا في المجال الثاني يتم تحديد مؤشر الأداء والأهداف وهكذا. بعد أن نقوم بملء هذين الجدولين نستطيع أن يكون أمامنا صورة مكتملة عن كل مجال، ونستطيع أن نحدد أي من الأنشطة أن نبدأ بها. هناك بعض النقاط الترفيهية ولكنها مهمة جدا أن نأخذها محور الجد. فهنا النقطة التي تتحدث عن مبيدات الحشرية للتميز، ألا أي أنها التي تعمل على قتل التميز. وأحد الصفات الأساسية في المستثمر الصغير أن يتميز. وبالتالي تعال نقي أو من منظور ما يمثله تلك الحيوانات والطيور من بعض الصفات السلبية لديهم التي يجب على المستثمر ألا يتخلى بها أو يتميز بها. الديناصور بطيء الاستجابة والفهم، محدود الحركة وردود أفعاله مقنعة. وعلى النقيض، المستثمر هنا يجب أن يكون سريع الاستجابة، بديهي، سريع الحركة، رد فعله عادي. كراكادند يتميز بالاتجاه الواحد، يعني يسير في اتجاه واحد. بطيء الاستجابة، روتيني، رد فعل. على العكس، نحن نريد المشروع الصغير أن يكون مبتكر، والأعمال الروتينية يتم تجنيبها أو تخفيض السلطة إلى بعض الأشخاص. دورة الأرض، الاستفادة من المحيط الذي تعيش فيه سهل اقتناصها، تفيد الآخرين ده دون أن تدري. من الجيد أن تفيد الآخرين أو المجتمع أو تلتزم اتجاه المجتمع الذي أنت به، ولكن لابد أن تميز من منتجاتك بالصورة التي تجعل من منتجك يتميز بميزة تنافسية، قد تكون في الجودة، قد تكون في سرعة الخدمة، قد تكون في خفض التكلفة وهكذا، حتى تستطيع إثبات ذاتك وتحصل على جزء من الحصة السوقية. الإسفنج يتميز بالارتباط والاعتمادية في حياته على الكائنات البحرية الأخرى. وهنا على العكس، فالمشروع الصغير أو المستثمر الصغير هو عبارة عن بيضيف قيمة مضافة للمشروع الكبير. هنا يجب الاستقلال، وهي أحد السمات المطلوبة في المستثمر الصغير، ولكنه استقلال مع التكامل مع المشروعات الصغيرة الأخرى في نفس المجال، حتى يكونوا قوة في عملية التفاوض مع الموردين، كما أنه يعمل في سلسلة إمدادات تضيف قيمة للمشروع الكبير. الذبابة، عدم التعلم والعناد وصلابة الرأي والإلحاح، وهذه صفات قاتلة إذا توفرت في مستثمر. على النقيض، فالمستثمر يجب أن يكون لديه قدرة على التعلم، قدرة على النقاش، قدرة على النقد البناء، وليس صلب، ويكون لديه مرونة. الفراشة، عدم دراسة المعطيات الموقف وسرعة رد الفعل، أي أنه هناك تهور. المستثمر يكون عليه مخاطرة ومغامرة، ولكن هناك دراسة والقيام بدراسة المعطيات ومخاطرة مقبولة. النحلة، عدم التعلم وكثرة الانتقال من مهمة إلى أخرى، والعمل المنتج الروتيني. جيد جدا عمل النحلة لما تقوم به من عمل منظم نحتاجه في المستثمر الصغير، ولكن نضيف هنا أن العمل الروتيني لا يميز. فنحن الأعمال الروتينية نفوضها إلى بعض الأشخاص، ونبحث عن الابتكار والتجديد في منتجات المنشأة الصغيرة. الحرباء، التكيف التلقائي، المهم البقاء على قيد الحياة. التكيف شيء جميل، ومواكبة التغيرات شيء أجمل، ولكن
ليست وظيفتنا البقاء، نحن نريد التميز، نريد النمو كما أكدنا. فبالتالي تكيف ممتاز، نمو أفضل، استمرار، منشأتك تنمو وتكبر وتزدهر. بهذه العناصر ننهي هذا اللقاء الممتع. نشكركم على حسن استماعكم، ونلقاكم بمشيئة الله في حلقات أخرى من إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إن قدر الله لنا البقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.